عندنا السنه دي المشاركه في ليب 23 شركه هاي بوينت تكنولوجي. بنقدم السنه دي منتج جديد بجهاز 3 دي سكان، جهاز بيعمل سكان للاشخاص 360 درجه 2 دي و 3 دي. الجهاز ليه بعض الاستخدامات الامنيه والاستخدامات الطبيه ويواكب التطور اللي بيحصل والترانسفورميشن اللي بيحصل في المملكه. هنشرح استخدام عامل للجهاز. الجهاز بيتم استخدامه في اداره الحشود، بنربط الشخص صاحب التذكره في اللي داخل الفعاليه بالجهاز، وبيبقى فيه دخول ذكي ليه، بمجرد ما يوصل الفعاليه بيدخل مباشره، واي احداث بتتم جوه الفعاليه بنقدر نعرفها ونبلغ بيها الجهات المختصه في نفس اللحظه.